السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أهلا مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة وصفات أمي الغالية. نتمنى دائما تكونوا بخير ومهنيين وانتم تشاهدوا فيديو اليوم. الوصفة تاع نهار اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم كرواسون مالح مورق ومقرمش كما شفتوا، بحشوة لذيذة جدا، ويبقى الحشو دائما اختياري. تجربوه وتزينوا به طاولة الإفطار. راح نحضروا معكم بطريقة سهلة وسريعة وممتعة كما عودتكم دائما، وذوق ولا أروع. وعلى بركة الله نبدأ في المقادير وطريقة التحضير. إذا نحتاج 3 كيسان من الطحين، راح نزيد ملعقة كبيرة ممسوحة خميرة الخبز، ونزيد ملعقة كبيرة سكر حبيبات، ونزيد كاس حليب دافي ونخلطه مليح. بالنسبة لقياس الكاس المستعمل دائما قياس 220 مليلتر. راح نزيد حبة بيض ونكمل نخلط بهذه الطريقة، ونزيد ربع كاس زيت ونكمل نخلطه مليح هكذا، وفي الأخير راح نزيد نصف ملعقة كبيرة تاع الملح. يبقى دائما على حسب الذوق، ونبدأ نجمع العجينة تاعنا حتى نتحصلوا على عجينة طرية. كملاحظة، إذا مجمعتوش العجينة تاعكم بهذه الكمية تاع الحليب، تقدروا تزيدوا الحليب وتجمعوا العجينة تاعكم، فقط الحليب لازم يكون دافي. وكما نقولكم دائما على حسب نوعية الفرينة، لأنه كاينه نوعية تتشرب ونوعية ما تتشربش. هاليكم العجينة تاعنا كما عودكم دائما، بدون عجن وبدون دلك وبدون أي مجهود تحصلنا على عجينة طرية وما تتلاصقش في اليدين. راح نغطيها ونحطها في مكان دافي ونخليها حتى تخمر ويتضاعف الحجم تاعها. تقريبا لمدة 25 دقيقة راح تخمر العجينة تاعكم. اذا هيليك من بعد ما خمرت كما راكم تشوفوا ضعف الحجم تاعها ما شاء الله. نحطوها فوق طاولة العمل ونقسمها الى 13 كويرة بالتساوي بدون ما نستعملوا الميزان. نقسموا العجينة تاعنا بالتساوي هذا مكان هكذا بهذه الطريقة. طريقة بزاف سهلة خاصة الاخوات اللي ما عندهمش الميزان في الدار. نبدا نكور العجينة تاعي هكذا. من بعد ما كورت العجينة تاعي وكملت، راح نغطيها بترجونة باش ما تنشفش العجينة تاعنا هكذا، ونبدأ نبسط العجينة بالحلال بشكل دائري. ونحتاج 100 غرام زبدة طرية بحرارة المطبخ. نجيب صحن نحطو فيه العجينة تاعنا هكذا بهذه الطريقة. ندهنوا العجينة تاعنا بالزبدة من الوسط وعلى الأطراف باش تتورق العجينة تاعنا والكرواسون تاعنا يجي مورق ومقرمش كيما شفتوا في أول فيديو. نزيدوا نفتحوا الكويرة الثانية بنفس الطريقة هكذا، نحطها هكذا كيما راكم تشوفوا. نزيد ندهنها بالزبدة من الوسط وعلى الأطراف. كما راكم تشوفوا هنايا العجينة تاعي كامل نحلها بالحلال على مرة، ونبدأ نحطها بهذه الطريقة، وبين كل طبقة وطبقة راح نحط الزبدة. نعاود لكم للإفادة، الزبدة لازم تحطوها في الوسط وعلى الأطراف، يعني ماشي تحطو في الوسط وتخلو الأطراف ما تحطو لهمش الزبدة. طريقة بزاف سهلة وما تاخذش من الوقت، لأنه العجينة تاعنا ما شاء الله بزاف هايلة، تخمر في وقت قصير جدا. ودائما الطبقة الأخيرة ما ندهنوهاش بالزبدة. نبسط شوية بيدي هكذا ونغطيها ونحطها في الثلاجة ونخليها ترتاح مدة 10 دقائق. وإذا ما عندكمش الوقت تقدروا العجينة تاعكم تخلوها في الثلاجة ترتاح مدة 5 دقائق عادي، وراح تتحصلوا على نفس النتيجة. إذا العجينة تاعي من بعد ما خليتها في الثلاجة وخليتها ارتاحت مدة 10 دقائق نحيتها. راح نرش شوية الفرينة فوق طاولة العمل ونبدأ نبسط العجينة تاعي بالحلال بشكل دائري وبسمك رقيق.
هنا راح نعاون روحي بشويه نتاع الفرينه ما نكترش باش العجينه تاعنا تبقى طريه ومحافظه على القوام تاعها ونتحصلوا على نتيجه ولا اربع. اذا نبدا نقسم العجينه تاعي مثلثات، نحاول نقسمه بالتساوي باش نتحصلوا على مثلثات بشكل واحد حجم واحد. دائما ننصح المبتدئات يتبعوا الخطوات جيدا ويتقيدوا بالمقادير ويتبعوا الفيديو للاخير باش تحصلوا على نفس النتيجه، لانه هذه الوصفه بزاف سهله وما فيهاش تعقيدات، يعني اي مبتدئه تقدر تحضرها بكل سهوله، ومستحيل تتبعوا الخطوات جيدا وتتقيدوا بالمقادير وما تتحصلوش على نفس النتيجه. راح نزيد الحشو، بالنسبه للحشو يبقى دائما اختياري، كيما نقول لكم ديروا واش تحب عائلتكم وديروا واش عندكم في المنزل. بالنسبه ليا عندي لافيونتاشي قليته في شويه زيت وملح والفلفل الكحل والمعدنوس، هذا ما كان، ما زدت فيه حتى اضافات. نزيد نحط الجبن، بالنسبه للجبن ممكن ديروا اي نوعيه متوفره عندكم في المنزل ما يهمش. ونبدا نشكل كرواسون تاعنا هكذا بهذه الطريقه، وهذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه. نزيد وحده كيف كيف. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا، كيف الحال؟ قد غبت واليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال. اذا كما راكم تشوفوا من بعد ما شكلت كرواسون كملت، نجيب الصينيه نحط لها ورق الطهي، ماهوش لازم ممكن جدا تستغناو عليه لانه العجينه تاعنا فيها الزبده. راح ندهنوا بصفار البيض مع نصف ملعقه كبيره تاع الحليب، واللي ما يحبش ريحه البيض ممكن تزيدوا قطرات من الخل او نصف ملعقه صغيره نسكافيه، ونزيد نزينو بالحبه السوداء والسمسم. وكملاحظه مهمه جدا، كرواسون تاعنا ما نخليهش يخمر، مباشره راح ندهنوا بصفار البيض وندخلو للفرن ونطيبو باش يجي مورق ومقرمش. لو كان تخلوه يخمر راح يجيكم رطب ومقطن. وطبعا في هذه اللحظات الفرن تاعي سخون، سخنتو مسبقا، راح نطيبو في 200 درجه، ومده الطهي من 15 دقيقه الى 20 دقيقه. كيما نقول لكم دائما كل وحده والفرن تاعها. وبالنسبه للاخوات اللي الفرن تاعهم يشعل من الاسفل فقط، الصينيه تاعكم حطوها في الوسط وشعلوا له من الاسفل وطيبوه، ومن بعد زيدوا شعلوا له من الفوق وحمروه. اما الاخوات اللي الفرن تاعهم يشعل من تحت ومن الفوق في نفس الوقت، الصينيه تاعكم حطوها في الوسط وطيبوه عادي. اذا ناخذ الصينيه تاعي نحطوها في الفرن ونطيبوا الكرواسون تاعنا ونشوفوه بالشكل النهائي فيما بعد ان شاء الله. اذا هذا هو الشكل النهائي من بعد ما طيبته وحمرته من التحت من الفوق، كما راكم تشوفوا جا ما شاء الله، يجي مورق مقرمش ويجي بزاف بنين. حضرناه بطريقه سهله وسريعه بسيطه ممتعه جدا بمكونات جد بسيطه، والحشو دائما يبقى اختياري والنتيجه اكثر من رائعه. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تنال اعجابكم وتجربوه بنفس الطريقه وتحبوه وتزينوا به طاوله الافطار وتفرحوا به عائلتكم ووليداتكم، وننصحكم تجربوه لانه فعلا وصفه تستحق التجربه. اكيد اذا عجبكم الفيديو ما تنساونيش باللايكات وبارطاجيو مع ليزامي تاعكم للاستفاده، واللي مازال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يوصلكم ان شاء الله كل جديد من وصفاتي الاقتصاديه والسهله والسريعه. واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. انطلعوا في روحتكم في امان الله.